هذا البرنامج برعاية بنك بروة. أهلا بكم من جديد في برنامج مرابحة. وعلى هامش القمة، قد عقد المؤتمر العالمي للخدمات المصرفية الإسلامية في دبي، والذي ناقش البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي والتحديات التي يواجهها قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. تجاوزت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية العالمية 1.5 تريليون دولار بنهاية عام 2012، ثلثها أي نحو 452 مليار دولار في دول الخليج، ومن المتوقع أن تتجاوز 515 مليار دولار في نهاية هذا العام. وتشكل السعودية أكبر سوق بأصول بلغت 245 مليار دولار، فيما تقدر الأصول الإسلامية في الإمارات ب 80 مليار دولار مقابل 53 مليارا في قطر. ويقدر معدل النمو السنوي لقطاع الصيرفة الإسلامية ب 16% على أساس معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات بوتيرة نمو أسرع من الأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية. النمو طبعا في السنوات الأخيرة كان أسرع لعدة أسباب، أهم أنه عم بيصير في وعي أكثر لأهمية الصيرفة الإسلامية، العاملين فيها ازداد عددهم، وبنفس الوقت عندك صار في نوع من وصل بين المعلومات الاقتصادية والمعلومات الشرعية. يعني بالماضي كان في بداية انطلاقة الصيرفة الإسلامية، اللجان الشرعية كانت تنظر بس من ناحية ضيقة جدا، وهي ناحية الفتوى حسب معلوماتهم بدون ما ينظرها من الناحية الاقتصادية. مع التطور أصبحوا يلاقوا لك حلول يعني والبدائل، لأنه المبدأ الإسلامي بيقولوا يسر ولا تعسر. وشهد القطاع أخيرا تباطؤا نتيجة تطورين رئيسيين هما التراجع الاقتصادي والتوتر السياسي المتواصل في بعض الأسواق المالية الإسلامية، والذي أثر سلبا على التوجهات العامة لقطاع الأعمال بما في ذلك قطاع الخدمات المالية. كثير من البنوك الإسلامية وخاصة البنوك في الإمارات صرفت مبالغ كبيرة لتعزيز أنظمتها، فعلى ما أعتقد هذه عطى الثقل على الأرباح مالتهم. لا ننسى أن البنوك التقليدية عندها كذلك منتجات غير متواجدة عندنا في البنوك الإسلامية، وهي غير من ناحية الشرعية غير موافق عليها، يعني كل هذا تعطيه مردودات في البنوك التقليدية وليس موجودة في البنوك الإسلامية. إن شاء الله عقب 3-4 سنوات سوف ترين أن البنوك الإسلامية قطعت شوط كبير من ناحية الأرباح. هناك 13 من أصل أكبر 15 مصرفا إسلاميا برأس مال مليار دولار أو أكثر ضمن هذه الأسواق ذات النمو السريع، غير أن هذا النمو مكلف أيضا نظرا لزيادة التعقيدات التشغيلية مع تحول المصارف من نموذج التشغيل في سوق واحدة إلى نموذج التشغيل متعدد الاختصاصات. لا يخلو تقدم قطاع المصارف الإسلامية من التحديات، فبرغم النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع إلا أن الربحية ما تزال أقل بنسبة 18% من ربحية المصارف التقليدية. منى الحيموت، سي إم بي سي عربية، دبي. شهد العالم ظهور العديد من المراكز المالية الإسلامية نظرا للفرص الاستثمارية التي تزخر بها العديد من الدول، ومؤخرا طرحت دبي نفسها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في ضوء إصدارها لعشرات المبادرات التي تصب في هذا الخصوص. اليوم فعلا يعني هناك دول ومدن سبقت دبي ب20-30 سنة، مثل كوالالمبور يعني بدايتها في صناعة الحلال وفي الصرافة الإسلامية سبقت الجميع. اليوم أيضا هناك خطط طموحة لمدن مثل لندن أعلنت مؤخرا أيضا اهتمامها بالاقتصاد الإسلامي. ما يميز دبي هو الموقع الجغرافي أولا، فعلا يعني كمركز للاقتصاد الإسلامي سواء في الشرق الأوسط أو الدول العربية أو أيضا أفريقيا وأوروبا وآسيا، فالموقع الجغرافي مهم. موضوع البنية التحتية اللي موجودة في دبي ورجال الأعمال الموجودين في دبي، جميع هذه مقومات نتوقع إن شاء الله بتساهم في دعم دبي. أنشأ البنك الإسلامي للتنمية أكثر من مؤسسة للقيام بعمليات التمويل في الدول الإسلامية، ولكل من هذه المؤسسات دور محدد ومتخصص، ومن ضمن هذه المجموعة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والتي تأسست في العام 2000 وتعمل في 39 دولة. المؤسسة بدأت عام 2000، الآن تقريبا دخلنا في السنة 13، وعملنا تقريبا في حوالي 39 دولة إسلامية من بين 56 دولة إسلامية، فهذا أيضا يعطي
الفكرة أنه هناك عدد من الدول التي لم نعمل فيها بعد، ولدينا رغبة الحقيقة أن نعمل في جميع الدول. أحيانا تكون الأسباب أمنية أو الأمور غير مهيئة، وأحيانا عدم وجود المشاريع. يعني نحن نكون جاهزين ولكن ليس هناك يعني رعاة للمشاريع في هذه الدول يعني يتقدموا لنا أو نذهب إليهم حتى يعني نعمل سويا على إنجاز هذه المشاريع. أيضا تعتمد المصارف الإسلامية على جملة من التشريعات والتي يتم اعتمادها من قبل مجلس أمناء مؤلف من فقهاء في الشريعة، وعملهم الأساسي هو التدخل للمحافظة على تطبيق أصول الشريعة وتجنب الإخلال بأي منها. البنك الإسلامي لما يقول أنا بنك إسلامي لازم يكون في عنده مرجعية تقول أنه فعلا هذا بنك إسلامي. السيرتيفيكيشن بروسيس، أوكي أوكي. هلأ مين اللي بيطلع السيرتيفيكيشن هذه؟ الحكومات ما عندها دخل في هذا الموضوع، ما في وزارة التجارة بتطلع سيرتيفيكيشن، ما في غرفة التجارة بتطلع السيرتيفيكيشن. اللي بيطلع السيرتيفيكيشن عادة مجلس أمناء يكون من فقهاء في الشريعة، هم اللي بيوقعوا أن البنك هذا فعلا بيتبع أسس الشريعة الإسلامية. فتدخلهم هنا هو الحفظ على القيم والشريعة. فإذا في بنك بده يجي يغش زبون بده يعمل عملية فيها خلل من أصول الشريعة وأخلاق الشريعة، مجلس الفقهاء هذا بيمنع البنك من الدخول بالعمليات هاي. فهذا جهاز ضبط والصمام أمان موجود في البنوك. تغيرت استراتيجية عمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من الاكتفاء باستقبال طلبات التمويل إلى زيارات ميدانية تدرس كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع قبل إعطاء الموافقات على تمويله. حقيقة لما بدأت المؤسسة الإسلامية كان تركيزنا على يعني البقاء في جدة وانتظار أصحاب المشاريع أن يقدموا مشاريعهم، فكانت تأتينا مشاريع خاصة من الدول القريبة المحيطة فينا. مع الوقت طبعا احنا حببنا نتوسع في الدول الاخرى، وادركنا ايضا انه ليس بالضروره ما يقدم من المشاريع هي افضل ما هو موجود، فبدانا بانفسنا ان نسعى في البحث ومن خلال زيارات ميدانيه للدول الاعضاء، من خلال مقابله الغرف التجاريه، اتحادات رجال الاعمال. وأيضا وزيرة الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في الحكومة البريطانية البارونة سعيدة وارسي اعتبرت أن إعلان دبي لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي يصب في إطار تحقيق تكامل بين مختلف المراكز العالمية، خصوصا في ظل التوسع في مستويات نمو البلدان الإسلامية وتمتعها بمراكز جذب للاستثمارات التي تحقق مردود كبير. المنافسة الصحية هي دائما شيء جميل، وهذا ما قلته في كلمتي خلال القمة بصفة سياسية من يمين الوسط، فالمنافسة تسمح للسوق بأن تنظم نفسها. ولكن لا أعتقد أننا إزاء منافسة هنا، وإنما هي شراكة بين المملكة المتحدة ودبي والبحرين ودول أخرى في العالم، ويمكنهم العمل معنا، فذلك مهم لأن أسواق المال الإسلامية لا تنام وتعمل في مناطق زمنية مختلفة، وهذا يتطلب انخراطنا جميعا، وأمل في أن تسهم لندن بقسطها في هذه السوق الناجحة أصلا. أصدرت شركة الدار العقارية صكوكا غير قابلة للتحويل قيمتها 750 مليون دولار أمريكي تستحق بعد 5 سنوات وبنسبة ربح تصل إلى 4.3%، وأوضحت الدار بأنها ستستخدم حصيلة الإصدار لإعادة تمويل ديون مترتبة عليها. وأيضا أصدرت شركة أريد القطرية صكوكا قيمتها 1.250 مليار دولار لأجل 5 سنوات تستحق في العام 2018 وبعائد يصل إلى نحو 3%، وأوضحت الشركة أنها تعتزم استخدام حصيلة الإصدار للأغراض العامة ومنها إعادة تمويل مديونيات قائمة. يذكر بأن أريد وقعت في نوفمبر من العام الماضي اتفاق أول تسهيل تمويلي إسلامي لها بنظام المرابحة وقيمته 500 مليون دولار. انتهت حلقة مرابحة لهذا الأسبوع، وللتواصل معنا الرجاء مراسلتنا على البريد الإلكتروني مرابحة@cnbcarabia.com. إلى اللقاء.